السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا بحضراتكم معانا على الهواء وحلقه جديده من دبي كلينيك. يمكن بقابل حضراتكم على شاشه الصحه والجمال، هذه الشاشه العملاقه على قلبي والمحبوبه الى قلبي. يمكن يعني اول مره في حياتي استضيف واستضاف كانت على شاشه الصحه والجمال، فلها مني كل التقدير والاحترام. مهما ظهر في قنوات كبيره سيظل مولدي هذه الشاشه الجميله، الشاشه العظيمه، شاشه قناه الصحه والجمال. جالي حضراتكم النهارده باكتر من موضوع وكلهم موضوعات ان شاء الله تنال اعجاب حضراتكم. هنتكلم في الصحه العامه في حلقه النهارده، ازاي هنحسن الصحه العامه وتحديدا لكبار السن اللي بيشوفونا النهارده عن طريق هذه الشاشه. هنتكلم عن علاج الالم ونعرف يعني ايه علاج الم، ونتكلم عن خشونه ركبتين، ونتكلم عن العمود الفقري والمشكلات اللي ممكن تقابلنا في علاج الالم تحديدا. هنتكلم عن تقنيات لم تظهر في مصر الا عن طريق هذا المركز، مركز دبي كلينيك، مع مؤسس هذا المركز الدكتور عمرو سعيد استشاري علاج الالام التداخليه جامعه القاهره. برحب معانا، اهلا بيك دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم عليك وعلى الاسره وعلى كل محبينك وعلى كل مرضاك وكل الناس اللي بتشوفنا النهارده. ويمكن معانا النهارده في الحلقه تيم وورك دكتور عمرو اسسه على مدار سنوات في هذا المركز، مركز دبي كلينيك، وكمان معانا حالات النجاح اللي هتدينا الامل في الشفاء وتخلينا مستعدين ناخد الخطوه، خطوه التخلص من الالم. ازاي حياه الناس دي اتغيرت من صفر، صفر حركه، صفر نشاط، 100% اكتئاب، مفيش اهتمام، مسكنات ليل ونهار، والنتيجه دايما بتكون ميؤوس منها. النهارده ازاي ممكن ناخد الناس دي وناخد بايديهم ونقول لهم تعالوا نهتم الاول بالصحه العامه؟ ايه التقنيات اللي ممكن نقدمها النهارده في حلقتنا؟ ومش بس موجوده في مصر، موجوده في دول اوروبيه، موجوده في دول عربيه متقدمه جدا، والحمد لله ان ربنا جعل مصر هي قبله برضو من ضمن هذه الوجهات اللي ممكن اي مصري يطمن على نفسه لما يجي دبي كلينيك. دكتور عمرو، موضوعاتنا النهارده كتير ومتعدده، هنتكلم النهارده معاك الاول عن الطب التجديدي. يعني حضرتك اسست حاجه في مصر اسمها الطب التجديدي، العلاج بالاكسجين النشط، العلاج بالبلازما المؤكتفه، التردد الحراري بشكل متميز، التاهيل فيما بعد التداخلات. يمكن كل دي عناصر الجمهور اول مره والمشاهدين اول مره يسمعوا عنها. حابين النهارده نطل على الناس بهدوء وببساطه، نبسط المعلومه ليهم علشان يقدروا يفهمونا، وفي نفس الوقت المعلومه اللي حضرتك هتقولها هيبقى لها واقع عملي ملموس في التقارير اللي هنذاعها النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم وللساده المشاهدين جميعا. طبعا انا بحيي حضرتك ومبسوط جدا بوجودي في قناه الصحه والجمال. يمكن ديت برضو يمكن سبحان الله كانت اول ظهور ليا في الميديا في التلفزيون، كان عن طريق القناه الجميله ديت، انا بعشقها شخصيا يعني. وباذن الله تعالى تكون بدايه موفقه لبرنامجنا ان شاء الله تعالى وبرنامج حضرتك، ودي سلسله تعليميه للناس في مجال علاج الالم والطب التجديدي.